دكتور احمد فؤاد منير استشاري الانف والاذن والحنجره بهيئه المستشفيات التعليميه. اعمل الان بمستشفى الملكه بالدوحه بقطر. معظم الشغل اللي انا بعمله في انف واذن من فتره طويله في حالات علاج الجيوب الانفيه باستخدام المناظير، حالات جراحات تجميل الانف. لي خبره منذ عدة سنوات في جراحة تجميل الأنف، وبتوجه ببعض المعلومات أو ببعض التوجهات لأحبائنا أو لمن يرغب في إجراء جراحة تجميل. جراحات التجميل جرى العرف على أن الجراحات التجميل من الحالات اللي من الممكن انها تحسن من شكل الانف، او من الممكن انها ترمم بعض المشاكل اللي حدثت للانف نتيجة بعض الاصابات التي تؤدي الى كسور بعظام الانف. وغالبا كسور عظام الانف في وقتها لم يتم إصلاح بالشكل اللائق لترميم الوجه في هذه الفترة. بعد فترة معينة من الكسر عظام الأنف ممكن المريض يتعرض إلى بعض المشاكل، قد تكون نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية أو الإحراج نتيجة اعوجاج خارجي بعظام الأنف، أو نتيجة برضو لبعض مشاكل وظيفية لأداء الأنف لوظيفته. المهم جدا من الحاجات اللي دائما بننساها في جراحات تجميل الأنف، هو في طبعا اتجاه الآن على مستوى العالم ويمكن في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط الى اجراء جراحات التجميل، وفي نوع من انواع الهروله لاجراء جراحات التجميل بشكل يكاد يكون في نوع من انواع التقليد للاخرين، وفي نوع من انواع الاحساس بالتميز الاجتماعي. لكن من الحاجات المهمه جدا اللي انا احب اقولها لمن يرغب في اجراء جراحه التجميل ان احنا بقدر الامكان نتوخى أن نحصل على نتيجة لا تتعارض مع شكل الأنف داخل الوجه، وكون أن الأنف في منتصف الوجه ومن من الأعضاء البارزة، فهو مهم جدا أنه يبقى الشكل لا يخرج عن المألوف بعد العمليات. دي نقطة، بحيث يبدو طبيعي بعد إجراء عملية، يبدو الأنف بشكل طبيعي. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية إن دائما بنغفل الناحية الوظيفية للأنف. بعض عمليات جراحات التجميل بعد العمليات حاجة من اتنين، يا إما لا ننتبه إلى المشاكل الوظيفية للأنف قبل إجراء جراحة التجميل، أو بيحدث بعض نقدر نقول العوارض الجانبية من انسداد للأنف وصمامات الأنف الأمامية أو المتوسطة أو الخلفية، يحصل نوع من أنواع الضيق قد تكون نتيجة إجراء الجراحة التجميلية للأنف، أو نتيجة لأن في مشاكل قديمة للأنف. فدائما بننصح سواء من الدكتور أو من المريض أنه ينتبه انه يذكر للطبيب او الجراح اللي يجري له العملية اذا كان بيعاني من اي مشاكل زي حساسية الانف او اي اصابات قديمة او التهابات في الجيوب الانفية، لابد ان يذكرها. وبرضو نصيحتنا لزملائنا اطباء جراحة التجميل ان يتعمل اشعة مقطعية وتعمل منظار انف وجيوب انفية للمريض قبل اجراء العملية. في هذه الحالة بيتعمل زي ما بيتعمل بلان او خطة لإجراء
جراحة التجميل بيتعمل خطة برضو للتعامل مع أي خلل وظيفي للأنف. الحاجة التانية يتم التعامل بشكل سريع في أي في حدوث أي مشاكل وظيفية بعد إجراء عمليات التجميل. طبعا جراحات التجميل ليست سحر، ولكنها بتخضع كشأنها شأن أي تخصص من تخصصات الطب، تخضع لقواعد يجب احترام هذه القواعد من قبل الطبيب ومن قبل المريض. ونتمنى أي شخص يرغب في إجراء جراحات التجميل أنه يعرف هو عايز إيه بالظبط، ويعرف الحدود اللي ممكن يحصل عليها من طبيبه، وبرضه بأمانة بالغة يبلغ طبيبه إذا كان في أي مشاكل بالنسبة للأنف أو الجيوب الأنفية. ونتوجه إلى أطباء زملائنا بأنه يهتموا بالجانب الوظيفي كاهتمامهم بالجانب التجميلي في إجراء جراحات الأنف. شكراً.